ازيكم عاملين ايه؟ الحقيقه انا قعدت افكر كتير، هو احنا لو هنتكلم عن التروما هنتكلم عن ايه؟ وبصراحه لقيت الدنيا واسعه وكبيره، وعايزه اقول حاجات كتير، وفي نفس الوقت عايزه اقول حاجات احنا مش هنتعلم في محاضره المدارس، ومش هنتعلم نعالج تروما في محاضره قولا واحدا، لكن احنا محتاجين نفهم هو احنا بنتعامل مع ايه. دي اكتر حاجه احنا عايزين نتكلم عليها. هبني على اللي قالته دكتوره الاء المره اللي فاتت، وهو البولي فيجال ثيوري، اظن انتوا فاكرينها، بتاعه امتى بنبقى انجيجد، امتى بنخش في الفايت اور فلايت، امتى بنخش في الشات داون. فاكرين الكولوم ده؟ حلو قوي. فاحنا كان احنا معانا الكولوم ده مكمل، وهو كانه الباك جراوند بتاعتنا طول المحاضره النهارده، ماشي؟ اخر جمله قالتها دكتوره الاء ان احنا محتاجين نكرييت سيفتي للبيشنت قبل ما نديل مع التروما. طيب هنتكلم عن ده بقى بالتفصيل. هو ايه اللي بيحصل في بي تي اس دي؟ اول حاجه ان انا عندي هايبر اروزل، فهي هنا احنا مضروبين في البولي فيجل ثيوري اللي احنا كنا بنتكلم عنها. عندنا نيجاتيف سوتس ومود. انا اصلا ما اصل انا الوحشه، ما انا لو ما كنتش لابسه لبس وحش ما كانش هو اتحرش بيا، ما انا لو انا اكيد كنت مستفزه لبابا عشان كده كان بيضربني، ما انا لو ما كنتش بنت غبيه ما كانش هو هيضربني، ما هو اكيد كان بيدي سبب عشان يضربني، هو كان بيضربني عشان ما بعرفش اعمل حاجات، فانا اللي غبيه. كل دي نيجاتيف صوت ممكن تطلع معانا. افويدنت اوف ريمايندر، فاحنا هنا هنافويد كل حاجه بتفكرني، ايفن لون التيشيرت اللي كان موجود يوم الحادثه، ريحه الكاوتش المحروق اللي شميته يوم الحادثه، تمام؟ ريحه لون العربيه او حجم الاتوبيسات اللي معرفش قد ايه اللي بيفكرني بيوم الاتوبيس اللي عملت فيه الحادثه، تمام؟ طيب ري اكسبيرينس وات هابينج، دي بتحصل في شكل الفلاش باكس والنايت ميرز، تمام؟ طيب دي السنترز اللي عندنا اللي بتبقى ليها علاقه. احنا هنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان احنا مجرد ما بنشوف حاجه مخيفه الكورتكس عندنا ما بتشتغلش، مش هتحرك دعاء حاضر، الكورتكس عندنا ما بتشتغلش، احنا بنتعامل على مستوى الاميجدالا، فكل القصه بتتم على الشورت روت. احنا عندنا سنسري ايموشنال ستيمولس راحت للثالاموس، رحنا للاميجدالا، على الشورت روت بقى بنتعامل، مفيش حاجه بتوصل للكورتكس اصلا، تمام؟ ففكره ان احنا نبقى بنخاطب الكورتكس في بيشنت هو الكورتكس بتاعته فاصله، خلاص هي شد فرامل، يبقى احنا بنكلم الجهه غلط. انت عايز تروح الى من يهمها الامر، انت كده رايح عنوان غلط، تمام؟ فطبعا هم كتير قوي في التروما ثيرابي كانوا بيتكلموا على فكره ان احنا نشتغل نوصل اللي فوق اللي تحت، up to down او down to up، تمام؟ دول تو ويز بتوع الثيريز بتاعه التروما ثيرابي كلها، اشتغل اوصل اللي تحت باللي فوق ولا اللي فوق باللي تحت، تمام؟ يعني هكون متحيزه شويه للتراك بتاع ان احنا اللي شفنا نتائجه احسن واللي شفنا فعاليته دائمه اكثر ومؤثره اكثر هو ان احنا بنشتغل من داون اب، تمام؟ فانا هشتغل على الايموشنال برين تو كورتكس مش العكس، تمام؟ ده هيخليني بعد كده شويه اجيب لكم ايه الاستاديز وايه الدراسات اللي بتقول ده، يعني هنتكلم عن ده شويه. دي كل السنترز اللي تقريبا بتبقى ستاكد وانفولفد في التروما، الهايبوثالاموس والاميجدالا والوركينج ميموري وكل الحاجات دي تقريبا، والهيبوكامبس طبعا هو اللي بيحصل فيه التخزين بتاع الميموريز، تمام؟ طيب احنا ايه الايم بتاعنا في التروما؟ احنا الايم بتاعنا ان احنا تو يعني نو وان كان تريت وور، احنا مش هنعرف نوقف اللي بيحصل في غزه، انا مش هعرف اعمل ده، ما حدش فينا هيعرف يلغي الحادثه اللي تعرضت ليها في الاتوبيس وانا راجعه من مطروح من 5 سنين، محدش هيعرف يعمل ده. اللي حصل حصل، احنا بنعالج ايه؟ تفتكروا احنا بنعالج ايه؟ بالظبط بالظبط، ازاي انا شفت نفسي بعد الحادثه، ازاي اتعاملت، ازاي ده اثر على جسمي، تمام؟
كل بقى الفيزيكال سنسيشن اللي ممكن احس بيها في الوقت ده، الاحساس بان انا فقد السيطره، الاحساس بان انا كنت في خطر، الاحساس بان انا ده انا كان هيحصل لي حاجه ما كنتش هقوم منها، كل دي النايت ميرز، الرثاء الذات، كل دي سلوكيات بتنتج وبتيجي مع دي، كل دي الامباكت بتاع التروما علينا. تمام. من ضمن الحاجات المهمه جدا انه زي ما الدكتوره الاء قالت المره اللي فاتت، انه بيحصل فصله كده عن الناس، ان انا بلوز الانجيجمنت بتاعي مع البيبل المهمين في حياتي. فكتير قوي من الناس اللي كانوا يبقوا راجعين مثلا من افغانستان او العراق او كده، كانوا بيريبورت ان هو راجع متغير، هو مش بيلعب مع اولاده، مش بتواصل مع مراته بنفس الطريقه اللي احنا متعودين عليها. وبالمناسبه معظم دراسات التروما اتعملت على الفترات اللي كان فيها حروب، العائدون من فيتنام والعائدين من افغانستان والعائدين من العراق، دي كانت اكتر الحاجات اللي اتعمل فيها دراسات على التروما يعني. طيب، فتروما از ماتش مور ذان ا ستوري، هي مش قصه بنحكيها، مش حاجه حصلت وخلصنا. امال ايه المشكله؟ المشكله في الايموشنز والفيزيكال سنسيشن الامبرنتد ان بادي. يعني انا التروما حصلت زمان، مفيش دلوقتي معتدي، مفيش بيربتريتور، بس انا جسمي دلوقتي لما بيشوف حد شبه عنده نفس الشنب بتاع الراجل اللي لمس جسمي بطريقه وحشه بتلبش. تمام. فده فكره الديسربشن اللي بيحصل من التروما، انه هو المعتدي خلاص مش موجود بس انا لسه عطلانه، ده معنى ان انا stuck in the post. تمام. Being able to perceive visceral sensation is a foundation of emotional awareness. يعني احنا عايزين نخلي الانسان ده قادر يتحمل ما يشعر به داخل جسده. الترماتايزد بيبول وبالذات الكومبلكس ترماتايزد بيبول او اللي جات لهم التروما حتى لو مش كومبلكس في الريليشن شيب، عندهم صعوبه شديده جدا في النقطه دي. تمام. ليه بقى؟ لان avoiding feeling the sensation of our body increases the vulnerability to be overwhelmed with them. انا لا انا كويس، انا تمام، انت عامل ايه؟ شكلك راجع من بعد السفريه دي مش تمام. طب انت كويس من بعد حادث؟ انا تمام، انا فل. تمام. الجمله دي بتخلي ايه؟ هو فل، بيقول انا فل بلسانه، بس انت بتشوفه سلوكيا عامل ازاي، انفعالاته عامله ازاي، تفاعلاته مع الاسره عامله ازاي. بنشوف الجاب ما بين الحالتين، ما بين اللانجوج اللي متقاله واللانجوج اللي انت قاريها على جسمه. ودي من اكتر الحاجات اللي هنكررها. طيب، حلو. التروما بتبقى مسؤوله عن ان انت بتحس ان انت مش مسؤول عن نفسك، فانا I'm not responsible for myself. وبالتالي احنا سعينا في الثيرابي هو ان انا اعمل سيلف ليدرشيب، ازاي ابقى قادر انا اهدي مشاعري، قادر اهدي جسمي، قادر اتعامل مع افكاري اللي نتجت عن الحدث ده، قادر اتعامل مع الاحداث او الميموريز اللي ليها علاقه ريليتد باي شكل من الاشكال بالحدث ده. اوكي. feeling free to know what you know and to feel what you feel without being overwhelmed with them. ياما شفنا قصص ناس، يعني ممكن احكي لكم مثلا قصه حد بعد 6 سنين ثيرابي عنده معالجين مختلفين، ابتدت تحكي عن بيج تروما في حياتها. فقد ايه الموضوع بالنسبه لها هي بتأفويد لهذه الدرجه، يعني 6 سنين بتروح تتكلم مع ناس وهي مش قادره تحكي الحته دي. فقد ايه دي بتبقى حاجه، لا هو نفسه مش قادر يقول ان دي قصته، مش قادر، انا الشخص المعني مش قادر اقول ان ده حصل لي في حياتي. فقدر من السيلف ليدرشيب بيجي من فكره لا انا بحكي كل اللي حاصل، انا قادر اقول انه انا حصل لي اشياء سيئه وحصل لي اشياء جيده، وخدت من هنا حاجه وخدت من هنا حاجه، وكله على بعضه هو انا. تمام، حلو. دي كوت كده كانت عجباني عن انه احنا ممكن تقعد تقول ان انا رايح للعلاج ليه، والناس دايما بتبقى فكرتها عن ان انت بتروح للعلاج عشان تقع في غرام نفسك وفي غرام المعالج بتاعك، ولكن ويلا المفاجاه لما ابتديت ثيرابي كانت هي الجسر اللي انا حبيت فيه الناس كلها.
دي برضو نفس الريجونز اللي احنا بنتكلم عليها، البري فرونتال كورتكس، الاميجدالا، الهيبوكامبس. الاميجدالا هي اللي بتفاير، هي اللي بتديني احساس بالخطر فبنتصرف على اساسها. الاميجدالا هي الايموشنال برين، هي اللي كانت في الميد برين اللي كانت الدكتوره الاء اتكلمت عنه. البري فرونتال كورتكس دي بقى الهاير فانكشنال برين اللي احنا بنقول اللي هو الفرامل هنا سايبه، تمام. الهيبوكامبس هي المسؤوله عن الميموري كونسوليديشن وانها تنتجريت الديتيلز بتاعه التروما في شكل ستوري، في شكل الناراتيف، تمام. طيب وبالتالي انا اختياري هيبقى اختيار ان احنا هنشتغل ان تروما ثيرابي از ليمبك ثيرابي، ليمبك سيستم ثيرابي، تمام. ليه بقى؟ لانه يعني بكل بساطه understanding what you feel او why you feel doesn't change what you feel. يعني كتير قوي بنبقى فاهمين انا عارفه ان انا متضايقه من الموضوع الفلاني، ليه بقى انا متضايقه واقعد اتخانق مع روحي وانا ليه متضايقه؟ ما انا فاهمه ان حاجه دي تضايق، انا ليه متضايقه؟ فهمي يعني احتواء المشاعر او الايموشنال ريجوليشن مش مجرد ان انا اديها كوجنيتيف ابريشيشن، مجرد المكون الكوجنيتيف بتاع الايموشن لا يعني بالضروره ان هي كده خلاص اتفهمت او اتهضمت. مش بيحصل لها بروسيسنج بمجرد ما اديتها معنى كوجنيتيف، لا، الايموشنال ريجوليشن هي حاجه اعمق من كده، هو تقبل كل اللخبطه اللي انا حاسس بيها لمجرد ان انا حاسس بحاجه في جسمي. يعني كلنا واحنا حزنانين كتفنا محنيه، صوتنا واطي، باصين في الارض، مش قادر اعمل اي كونتاكت معاك، ده شكل الحزن. مهما كنت عارف اسباب حزني، معرفتي بالسبب مش هتلغي اللي انا حاسس بيه، مش هتلغي الشكل اللي انت شفته عليا ده. طيب فبالتالي احنا هنختار ان احنا نشتغل من داون تو اب، من الليمبك سيستم للكورتكس، او انا بختار اشتغل كده. يعني طبعا في ناس تختار حاجات ثانيه. فمحاضره النهارده هقسمها لشويه حاجات كده، ايه الجنرال برينسيبل اللي ممكن تبقى موجوده في اي موداليتيز، وايه الموداليتيز اللي ممكن نتكلم عليها بريفلي. الجنرال برينسيبلز هي الويندو اوف توليرانس اللي احنا اتكلمنا عليها، حاله الهايبر اراوزال او الهايبر فيجيلنس اللي التروما بتعملها، ازاي ان انا هدرب البيشنت بتاعي ان هو يكون قادر يتوليريت وات هي فيل، تمام. مايندفولنس ريليشن شيب، ومن ضمنها الثيرابيوتيك الاينس، الاتونمنت والسينكرونايزيشن، الاكشن تندنسي، كل دي تبع الليمبك سيستم ثيرابي. وبعدين بنخش بعد كده في شغلانه الهيبوكامبس اللي هي انتجريتنج الميموري. ليه؟ لانه في فرق ما بين الديسنسيتايزيشن اوف الباد ستوريز، يعني ان انا خلاص انا بقيت كل يوم بتفرج على الاخبار بتفرج على الاخبار بتفرج على الاخبار، فحصل لي ديسنسيتايزيشن، ما بقاش الموضوع خاضدني قوي ان انا اتفرج، بيت مهدوم، تمام. فالديسنسيتايزيشن doesn't mean integration of the memory، لا يعني processing of this memory، تمام. انا بس بقيت بلانت تجاه اللي انا شايفه، انما ده مش معناه ان انا دخلت الميموري دي في الفابريك اوف ماي لايف، تمام، في الفابريك اوف ماي لايف اوف ماي اكسبيرينس اوف لايف، ان انا بقيت حاططها في مكانها في شريط حياتي، ده مش معناه كده. فبالتالي في فرق ما بين الديسنسيتايزيشن اللي بيعتمد اكتر على الشغل من فوق لتحت، وما بين الانتجريشن اللي بيعتمد اكتر على الشغل من تحت لفوق، تمام. حاجة تانية بتبقى مهمة برضو في الانتجريشن هي finding a new authentic meaning of the suffering of the trauma، تمام، ان انا الاقي المعنى بتاعي انا. احنا يعني كان في احصائية لنسبة الستات اللي بتتعرض للتحرش في مصر، فطبعا مش كل اللي بيحصل لهم كده بيتعرضوا لتروما، بس فلنفترض انه حد مثلا 10 عندي عندهم تروما من القصه دي، او 10 عندي عندهم تروما من علاقه مثلا فيها اب بيعمل حاجه مش كويسه مع ابن او ابنه، كل حد هيلاقي معنى مختلف، لان كل حد هيلاقي المعنى بتاعه هو، وهو ده اللي انا محتاج اوصل للبيشنت ليه، مش المعنى بتاعي انا. هو محتاج يلاقي معناه بالطريقه اللي هو هيفهم بيه ده جوه قصته، يدخل النسيج ده جوه قصة حياته هو، تمام؟ طيب الموداليتيز دي هنعدي عليها بسرعة كده، فمش هنقولها دلوقتي.
هنتكلم عن ايه في الليمبك سيستم؟ dealing with hyper arousal, mindfulness, relationship, والاتونمنت والاكشن تندنسي. طيب لما اتكلمنا عن البولي فيجل ثيوري كان اهم حاجه بنتكلم عليها سيفتي. هنا السيفتي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن يعني هي بريكويزيت اوف اني موداليتي اوف ثيرابي. لو بنت جايه تقول لي اخويا بيتحرش بيا واحنا عايشين مع بعض في البيت، ساعات تصورنا يعني انا ببتدي معاها بقصه حطي ترباس على باب اوضتك، ما حدش يخط وش اوضتك، ما تناموش في نفس الاوضه، ما تقعديش معاه لوحدك في البيت. ساعات تصورنا يقتصر على ان هو ده السيفتي، في حين ان مش دي السيفتي. تمام؟ ليه بقى؟ لانه مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين انه هنا الانمي بتاعها مش اخوها، يعني مش فكره انه خلاص البربتريتور مشي فخلاص انا بقيت كويسه. انا عندي مشكله في الفيزيكال سنسيشن اللي عندي لما ماما بتيجي تعدي من جنبي، ما ده بيفكرني بانه انا مش عايز حد يقرب من جسمي بالشكل ده حتى لو هي ماما. فهي بيبقى عندها محتاجه ان احنا نكون ايلاندز اوف سيفتي انسايد هير بودي. هي عندها مشكله في احساس جسمها بالامان، فانا محتاجه اكون لها جزر صغيره من الامان جوه جسمها انها بتكان توليريت ده واحده واحده، اللي هو انا بعمله معاها جوه الجلسه ما بطلعش، اللي هو هي جوه الجلسه بخليها تختبر شعور ممكن يكون مزعج شويه، واحنا مع بعض وخلينا وهنعدي. ايه ده عدت؟ ايه ده ما طلعش بيموت؟ طب ما انت كويسه اهو، يلا روحي. بس على قد كده شويه شويه ده بيتعمق واحده واحده، بتنزلي اكتر في الدرجات ان انت توصليها لانه كانه الايلاندز اوف سيفتي انسايد هير بودي بتوسع وتتمدد وتتشابك، كانه جزر 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 كده بتربط في بعضها لحد ما خلاص انا بقى عندي مكون اسمه السيفتي انسايد ماي بودي. تمام؟ هنا ببقى قادر اتوليريت بقى ان احنا بقى جو ديب ان تروما. تمام؟ طيب ده نفس الكلام الراشونال برين اللي هو الهاير سنترز، هي ايه الارياز الريليتد؟ الدورسو لاترال بري فرونتال كورتكس اللي فيها الوركينج ميموري والبلانز اوف اكشن، والميديال بري فرونتال كورتكس دي مسؤوله عن السيلف اويرنس بتاعنا. الايموشنال برين هي البولي فيجال ثيوري، وعشان كده 80% احنا قلنا 80% اوف فيجاس افرنت من البادي للبرين، فبالتالي احنا متخيلين قد ايه جسمنا مأثر على ده؟ 80% من الفيجاس. يعني 20% التانيين بقى انت العب بيهم بقى، مش هيعملوا لك ايه ال 20%؟ تروح بيهم فين؟ فمهم جدا ان انا بقى قادر اهدي الجسم ده عشان اقدر اوظفه في ان هو يهدي المخ. تمام؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت عن احنا الويندو اوف توليرانس دايما انا بحب اشبهها بقماشة. القماشة دي ينفع ابقى مكرمشاها كده، تمام؟ فهي اصغر مساحة ممكنة، وينفع اديها وقتها، اديها راحتها فتتفرد. فده معنى الويندو اوف توليرانس، ان هي كأنها قماشة متكرمشة. انت محتاج دورك كثيرابيست انك كل ما ده ما بتديه مساحة توسع أكتر توسع أكتر، وكل ما هي بتوسع كل ما ده بيقلل قماشة ومساحة الهايبر أروزل والهايبر أروزل. فده الابليكيشن بتاع البولي فيجل ثيوري اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. تمام؟ طبعا الايموشنال ريجوليشن تكنيكس وبتاعة الدي بي تي انا شخصيا تقريبا بشتغلها مع كل الناس اللي انا شايفة انهم عندهم تروما. انا بشوفها شيء رائع جدا مفيد جدا لمعظم الناس ان هم ياخدوها قبل ما نبتدي بقى على السكول اللي هنشتغل بيها التروما نفسها. في كود كده لطيفه اسمها نو مايند وذ اوت مايندفول. ليه؟ لانه انا محتاج المايندفولنس عشان اركز في الفيزيكال سنسيشن اللي انا حاسس بيها. فانا محتاج ابقى عارف انه انا وانا واقفه بتكلم في المحاضره دلوقتي ضربات قلبي زايده شويه، نبره صوتي ممكن تكون عالية شوية، بتكلم السربعة عشان عارفة ان السلايدز كتير، انا عارفة ان كل ده حاصل قادرة اقراه. تمام؟ فايه اللي مخليني قادرة اقراه؟ السيلف اويرنس اللي احنا اتكلمنا عنها دي، وفكرة ان انا مايندفول للي بيحصل ده، انا خدت لحظات كده اشوف هو ايه اللي حاصل في جسمي. تمام؟ بعلمها انه ده ترانزيانت وتشينجبل. بنسمي المشاعر
فمهم جدا ان انا افهم ايه اللي بيحصل في الجسم وده عباره عن ايه. انا ونكتفي محنيه كده وبصه في الارض، ده شكل حزني او احباطي انا عارفاه، تمام. انا لما بكون عاجزه حاسه بالعجز ببقى غضبانه، فانا عارفه ان انا وانا في لحظه الغضب دي انا غالبا غضبانه عشان انا حاسه بالعجز. فانا بعلم الكلاينت بتاعتي كده، بقرا معاها مشاعرها وبخليها تربط ما بين الحاجات. تمام، حلو. الانترو بلاي بتوين الصوتس والفيزيكال سنسيشن. يا ما كنا مجهدين فافكارنا كانت متلعبكه، ويا ما جات لنا فكره وحسينا من بعديها ان احنا تقلانين تقل كان مرزبه نزلت على دماغنا. حد فينا اختبر الاحساس ده؟ مفيش حد ما اختبروش. تمام، طيب حلوه. الريليشن شيب طبعا كلنا نفتكر الستيل فيس اكسبيرينس بتاعت الطفل الصغير اللي ماما بتبص له ومتنحه وما بتتفاعلش معاه، وبعدين الطفل اللي ماما بتتفاعل معاه، وقد ايه الاتونمنت في السن الصغير ده بيفرق في نمو الجهاز العصبي للبيبي. قد ايه بيخلي البيبي ده قادر يتفاعل وقادر ينتبه لحاجات ممكن يكون سنه لسه ما جابهاش. تمام؟ ودور الام هنا بيبقى مهم جدا في اول سنتين بتوع الاتاتشمنت في القصه دي. اكبر بروتكتيف فاكتور اوف تروما هي ريليشن شيب، تحديدا الجود اتاتشمنت فيجرز. تمام؟ حلو. التروماتايزد بيبول ريكفر ان ذا كونتكست اوف ريليشن شيب. ليه؟ لان الريليشن شيب هتدينا فيزيكال وايموشنال سيفتي. انا هحس بالامان لما منى تعمل كوبايه هوت شوكليت وتديها لي، هتبسط قوي لما اقابل ندى وتسلم عليا وتبتسم في وشي. تمام؟ هبقى فرحانه ومش عارفه مين بيقول لي انا مستنيكي بعد المحاضره. تمام؟ كل ده بيديني قدر من السيفتي الايموشنالي والفيزيكالي. هي عملت لي حاجه سخنه اشربها، فده اداني احساس بالسيفتي حتى في جسمي. انا احسن دلوقتي، جسمي احسن دلوقتي لما ده حصل. تمام؟ طيب ده بيحمينا من ايه؟ بيحمينا من الشيم، من الجادج، من كل بقى الحاجات دي، وبيدينا قدر من الشجاعه ان احنا نتوليريت اكتر. يعني خلاص انا قادره دلوقتي ابقى ماما اللي كانت بتبتسم في وش البيبي الصغير اللي خايف اللي عنده سنه وشهرين ده، لما هيجي يشوف حد غريب دلوقتي مش هيبقى خايف لان ماما جنبي وبتبتسم في وشي. فده اداله قدر من السيفتي. تمام؟ وهكذا واحنا كبار. Recovery from the trauma is reconnecting with the fellow human being. احنا فاكرين اخر مساحه تحت في البولي فيجل ثيري لما كان فيها اسمها السوشيال انجيجمنت، ان احنا نانجيج مع البيبل تاني. دي من اهم يعني من اكتر الحاجات اللي كانه هدف وفي نفس الوقت باث واي ديورنج التروما ريكفري. نو اتوند بيرنت افتر تروما معناها ان انا هاجنور وات اي فيل، ومعناها ان انا اي نيد تو مانج التيرور الون، وبالتالي هخش بقى في كل الحاجات اللي احنا بنشوفها مع التروما. يعني هي مش التروما ان الاحداث السيئه تحدث، التروما ان الاحداث السيئه تحدث وانا كنت وحيد استكت مفيش حد معايا مفيش اي احساس بالسيفتي موجود. يعني هي كده كده الاحداث السيئه بتحدث. احنا قلنا الفكره انه الريزيلينس في مقابل التروما. الريزيلينس بتبقى جايه منين؟ من الاتوند بيرنت. تمام؟ او الاتوند بارتنر، مش لازم بيرنت، ينفع يبقى ما كانش عندي بيرنت اتوند معايا بس الاقي بارتنر فريند هاسبند اي حاجه. تمام؟ طيب الاتونمنت بقى هو هتكلم عليه حاجه بسيطه، وهو يعني هو بيبتدي ما طبعا مع الاطفال ومع السن الصغير، ان احنا وي كان بلاي توجذر، وي كان سينج توجذر، وي كان دانس توجذر. اول اوف ذيس هو شكل من اشكال الاتونمنت. احنا بنعرف نعمل ده مع الاطفال الصغيره. اي حد شايل طفل صغير بيعرف يداديه ويلعبه ويغني له ويطبل له، كل ده بنعمله لحد سن كام؟ يوم ما نتمعظم يعني 3 سنين 4 سنين، خلاص ده احنا عملنا اللي ده شاف دلع ما شافوش حد، بعد كده خلاص روح العب لوحدك. تمام؟ ان احنا نحتاج ان احنا نلعب مع الطفل دي حاجه مهمه جدا،
اللعب هو مكمل لنمو الجهاز العصبي للبيبي. احنا ما ينفعش نشوفه خارج الاطار ده، وبالذات اللي شغال اطفال. يعني ما ينفعش تيجي ام تقول لي وهو عنده 7 سنين مش عايز يذاكر وعايز يلعب طول النهار واقول لها لا عندك حق تعاقبيه وتعملي وما اعرفش ايه. لا، احنا عايزين ندمج المذاكره اللي انت عايزاه يذاكرها دي في لعبه، في اغنيه، في حاجه، تمام؟ فنبقى خليناه يعمل اللي انت عايزاه بالطريقه اللي بتشغل مخه، لان مخنا قادر على التعلم بشكل احسن طول ما هي البيئه بلايفولنس. طيب اشكاله ده بيشغل عندنا ايه؟ بيشغل عندنا حاجه اسمها الميرور نيورونز. انا مش بعرف اهدي جسمي وانا غضبانه، فهتيجي ندى هتكلمني هتقولي طب بس خدي، طب بس قومي، هتاخدني من ايديا اقوم اغسل وشي مش عارفه ايه، فهي ساعدتني ان انا هدي جسمي. هتيجي هتتكلم معايا بتون صوت هادي، فانا نبره صوتي اللي كانت عاليه كده هتبتدي تنزل. ايه اللي حصل؟ انا عندي ميرور نيورونز، هي عندها ميرور نيورونز، كانهم ارسال اللاسلكي. عارفين ارسال اللاسلكي ما بين حاجتين لاسلكي مع بعض؟ ايه نفس الفكره كده. الميرور نيورونز دي من اكتر الحاجات هي اللي اصلا بتخلي الاطفال في مراحل نموهم المختلفه يتعلموا التقليد ويكتسبوا من بابا وماما الحاجات على السب كونشس ليفل، تمام؟ طيب ايه في تراثنا يشبه ده؟ اغاني الفعاليه، حدائي الابل اللي كان بيتكلموا عنه. اكتر حاجه كانت معروفه هي اللي هي الناس لما تقعد مثلا الفعاليه يعني العمال، العمال والصنايعيه وهما بيشتغلوا لازم يشغلوا حاجه جنبيهم، لازم يدندنوا معاها. لما ايه؟ لما نغسل المواعين. لما نغسل المواعين ممكن برضو. المواعين دي بتشوف حاجات. احنا لو قرينا اللي مكتوب على الاطباق والحلل هنلاقي حوارات. حلو قوي. نيجي بعد كده نتكلم على الاكشن تندنسي. الاكشن تندنسي معناه احنا ديورنج تروما بيحصل ريليز للستريس هرمونز، ادرينالين بقى وكورتيزون وكل القصه دي، تمام؟ الحاجات دي بتطلع ليه؟ بتطلع عشان اخد اكشن معين، عشان افايت اور فلايت، تمام؟ طب ماذا لو انا حصل لي immobilization freezing، اتحبس في جسمي قدر من الهرمونات ما زالت موجوده وما زالت بامبد وجشد في الجسم بس ما فيش حاجه اتحصلت؟ فبالتالي اوقات كتير واحنا بنعالج الناس بنلاقي ان هم they tend to complete the action tendency اللي كانوا محتاجين يعملوه during the trauma. يعني في مثلا حد انا شفت ده مثلا وبالذات بيبان قوي في السوماتيك اكسبيرينس ثيرابي، قالوا هي كانت عايزه تضرب حد، هي كانت عايزه تزق اللي قدامها ده، فهي فضلت تعمل بايديها الحركه دي وهي مش عارفه هي بتعملها ليه. هي جواها الاحساس بتاع ان انا عايزه اعمل كده، انا كنت عايزه ازق وما عرفتش، تمام؟ فده مفهوم الاكشن تندنسي، انه كانه الاكشن اللي انا اي نيد تو دو ديورنج ذا تروما ابورتد. فديورنج ريكفري وارد انه يحصل يحصل ايه؟ كومبليشن للاكشن ده تاني، تمام؟ طيب بنعمل ايه واحنا شايفين حاجه زي دي؟ اول حاجه انا محتاج ان انا كمعالج ما اتخضش. هي مالها دخلت في ابيليبسي كده ليه؟ لا عادي، هي مش في ابيليبسي ولا حاجه، هي كانت عايزه تعمل تضرب او تخبط اللي قدامها وده اللي حصل، تمام؟ ثاني حاجه ابقى واعي وبواعي اللي قدامي، بواعي البيشنت انه يبقى بندوليشن بتوين الفيزيكال سنسيشن اند الانترنال بودي ريسورسز. يعني خلي بالك احنا هنا دلوقتي، ما تقلقيش، انت معايا في العياده، انت امنه دلوقتي، احنا في مساحه مختلفه. كاني بفكرها شويه انها فيت ان ذا باست اند فيت ان ذا بريزنت، انه احنا مش لسه في الباست، احنا دلوقتي في مساحه مختلفه، احنا مجرد بن كومبليت الاكشن ده عشان ما يفضلش محبوس في جسمك. اوكي طيب ده نفس الكلام اللي بيحصل في السوماتيك اكسبيرينس والسنسوري موتور ثيرابي والدانس اند موفمنت ثيرابي، كلها قائمه على نفس الفكره. هو هنا بس احنا محتاجين ان احنا ناكد انه التاتش بروهيبيتد ان موست اوف سكولز، وبالتالي
انا كثيرابيست مش مسموح لي ان انا اتاتش البيشنت بتاعي الا لو الثيرابيست ده هو شغال سوماتيك اكسبيرينس والبيشنت رايح له عشان السوماتيك اكسبيرينس، انما مش من حقي ان انا في اي وقت كده امد ايدي على البيشنت. واصلا السوماتيك اكسبيرينس هو ليه بروتوكول معين، احنا مش اول حاجه ان انا خلاص لا يلا انت عايزه حد يطبطب عليك فهطبطب عليك، مفيش حاجه اسمها كده، ده منتهى الهبل. تمام، السوماتيك اكسبيرينس ممكن يبتدي بان انا بس اسلم على البيشنت ونفضل في المرحله دي فتره لانه من حقه انه جسمه يحترم. وتاني مش اي ثيرابيست بيشتغل سوماتيك اكسبيرينس، ومش مسموح لنا نلمس اي بيشنت. تمام، دي حاجه لازم ناكد عليها ايثيكالي وميديكو ليجالي. تمام، ولكن السوماتيك اكسبيرينس والسنسوري موتور والموفمنت ثيرابي كلهم هما بيستفيدوا من انه التاتش از ذا موست ناتشرال واي اوف كالمينج بيبل. يعني ببساطه احنا لما بنبقى طفل صغير بيعيط بنعمل ايه؟ بنشيله. فاحنا بنحاول نوظف حاجه زي ديت في ان احنا نكالب النيرفس سيستم. تمام، نيجي بقى بعد كده للانتجريتنج التروماتيك ميموري. احنا هنا الناس العاديه لما بتيجي تفتكر حاجه، انا بفتكر حدث، انا كنت في المدرسه الابتدائي اول 3 سنين في مدرسه وتاني 3 سنين في مدرسه تانية، انا بقول الجمله وانا مش حاسه بحاجه خالص، بحاول افتكر حتى اسم افتكرت اسم المدرسه دلوقتي. تمام، انما لما اجي اتكلم على حاجه كتروماتايزنج بالنسبه لي، الفيزيكال سنسيشن هتبان في نبره صوتي، في طريقه كلامي، في سرعته، في نظره عينيا، في كل التفاصيل دي. تمام، فمهم جدا ان احنا نبقى فاهمين انه الميموري بتاعه الاوردينري ايفنتس بتبقى مختلفه عن الميموري بتاعه التروماتيك ايفنتس. ده حقيقي. يعني الترديشنال ثيرابي هو بيفوكس على الناريتيف ده. تمام، وبالتالي يعني ليه بنفوكس على الناريتيف؟ لان احنا محتاجين الستوري، احنا كده كده محتاجين الستوري. يعني انتجريشن اوف تروماتيك ميموري معناها ان انا ما يبقاش الحدث اتوبيس، فانيلا حمراء، طفله صغيره، وش صاحبتي، نضاره واحد اتكسرت. انا محتاجه الستوري تلم الحاجات دي كلها في حاجه انتجريتد، فده اصلا مطلوب. يعني احنا قلنا هنهدي الجهاز العصبي عشان ايه؟ عشان اعمل الانتجريشن ده. تمام، فاحنا الستوري مطلوبه، ولكن هي مش بس مجرد انه الحاجات دي، انا محتاج كمان ابقى مدرك ان الفيزيكال سنسيشن بتبقى قويه. نقطة مهمة تانية بقى في اللي احنا عايزين نقوله، اللانجوج هي a tool for the stories. مفيش story بدون language. طيب ليه مهم ان احنا نقول ده؟ مهم ان احنا نقول ده لان communication is the opposite of being traumatized. انا بعد اي مصيبة حصلت لي، رفعت سماعة التليفون وكلمت ماما وقلت لها ماما حصل كذا كذا، وانا دلوقتي حالتي كذا كذا ومعرفش ايه وايه، مجرد البيئة الداعمة الآمنة اللي ممكن ماما تديها لي في الوقت ده، خلاص هو هيبقى حدث سيء حصل في قصة حياتي وخلصنا، ما بقاش تروما. تمام، طيب النقطة المهمة في اللانجوج انها بتالاو يور سيلف تو نو وات يو نو، انه خلاص ما بقاش ان احنا نكيب سيكريتس معناها ان انا في حرب مع نفسي، انا طول الوقت جزء من طاقتي رايح انه انت لما تبصي في عينيا ما تعرفيش ان انا حصل لي وانا صغيره تحرش، فانا طول الوقت بهايت سمثينج، ده واكل طاقتي، هتيجي تتعامل معايا هتلاقيني عامله ما بيني وما بينك مسافه. تمام، وهكذا. فمهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ده، ان احنا ابقى عارف السرديه بتاعتي هي شكلها ايه. تمام، حلو. تمام، مهم، كويس قوي. طيب ليه
احنا بنتكلم على الاحيان الارت والميوزك والموفمنت في التروما ثيرابي، لانه ساعات بيبقى التروماتيك ايفنت يعني كبير لدرجه ان اللي قدامي مش عارف يعبر عنه بكلام، وساعات كمان بيبقى الارت والميوزك والموفمنت دي حاجات مفيده قوي مع الاطفال. يعني لو طفل صغير اتعرض لتروما، هو قدرته على الكلام هتبقى ايه؟ العربيه اتكسرت، وتلاقيه وسط اللعب كده يجي يروح في وسط اللعب فجاه العربيه اتكسرت، هو مش عارف يقول اكتر من كده. هي دي الفلاش باك بتاعته، هو ده شكل الفلاش باك عند الاطفال، ان هي جمله ملها اوت اوف ذا كونتكست كده محشوره وسط اللعب، هو ده الفلاش باك بتاعه. تمام، فهو اللغه مش مساعداه. فايه اللي ممكن يساعد؟ الرسم، تمام، التلوين، الحدوته. كان في ولد وركب عربية مع بابا وبعدين خبطوا في شجرة وسيبه يكمل، تمام، فخليه يدي مساحة لأن هو يطلع كل اللي جواه. تمام، حلو قوي. طيب طبعا الكلام عن الرايتنج، الناس بتتكلم على انه الرايتنج جروبس بتبقى ديسابوينتنج، لانه البارتيسيبنت بيبقوا دايما بيكسبكت انه هيشيروا قصصهم مع بعض، وانا مش مستعد اعمل ده دلوقتي، فلا النتائج ما بتبقاش كويسه. ولكن رايتنج تو يور سيلف شو امبروفمنت، في دراسه عملها حد سنه 86 انه قسم مجموعه من طلبه علم نفس لثلاث مجموعات، وخلى قال لهم افتكروا حدث تروماتيك بالنسبة لكم، وبعدين مجموعة اكتبوا عن هتعملوا ايه النهاردة بعد ما تروحوا، مجموعة تانية هتكتبوا عن تفاصيل التروما نفسها الحدث، ومجموعة تالتة هتكتبوا عن الفيلينج والسنسيشن المتعلقة بالتروما. احسن مجموعة في التلاتة ظهر عليها تحسن هما اللي اتكلموا عن الفيلينج والسنسيشن والفاكتس بتاعة التروما نفسها، حتى احسن من اللي قعدوا يفتكروا بس ديتيلز وكانت السماء صافيه والمعرفش ايه عامل ازاي. فثالث مجموعه هي كانت احسن مجموعه من حيث ان هم بيتر اميونيتي ليس ديستربنس ليس سيكينج ميديكال هيلب. تمام، حلو. دي نفس القصه. تاني احنا بن establish islands of safety inside the body of the patient. تمام، وكأننا بنعمل ده عن طريق البندوليشن between the exploration and safety. يعني هنختبر جزء من الشعور ونرجع للمساحة الآمنة، هنتكلم شوية باللغة ونرجع للجسم، هنتكلم شوية باللغة ونرجع للرسم. تمام، وكذلك بندوليشن between the past and the feeling alive in the present. هنتكلم شويه عن الماضي وشويه عن الريسورسز في الحاضر. تمام، طبعا اشكال من اشكال التروما اللي بنشوفها الاليكسي سايما الديسوسيشن الشات داون، كل ده ممكن نشوفه. تمام، طيب ليه اللغه بتبقى ساعات عائق؟ اللغه بتبقى ساعات عائق عشان احنا ساعات بيبقى عندنا illusion ان احنا خلاص طالما هنعدل الفكره دي وهنعرف نعدل افكارنا بسهوله، فانا عندي فكره عن نفسي ان انا شيمفول. تمام، وبعدين انا بقيت مدير بنك والمدير ناجح جدا وخدت شهادات فظيعه، بس الفكره ما تتعدلش. ياما شفنا ده في بيشنت، انت بتبقى ايوه يعني انت الاستاذ الدكتور فلان الفلاني، بس هي الفكره ما بتتعدلش. فعشان كده اللانجوج ساعات بتبقى مش مساعداه، اللانجوج هنا بيبقى حصل لها مشكله جوه التروما. من ضمن الحاجات كمان ان السنتر بتاع اللانجوج في التروما بيشو اكتيفيتي مختلفه على النون تروماتايزد بيبل. تمام، بيبقى less functional less vascularity. نفس الكلام، ده شكل السنترز بتاعت البرين هنا وهنا. تمام، طيب حلو حلو. طيب احنا كثيرابيست بقى محتاجين ايه كبروفيشنالز عموما؟ اول حاجه ان احنا نبقى عارفين التروما، فاحنا تريند كويس على البيزك سكيلز بتاعتنا اللي منها الاكتيف ليسننج. تمام، ان انا ابقى عارف هي ايه مساحه التروما اللي بتتقال جوه الشيت اللي اول مره العيان يقعد معايا، فما بقاش فرحان بنفسي قوي وانا عمال اسال على معلومات وافتح اكتر ودعبس معاه اكتر. لا، ده بيشنت انا اول مره اشوفه، الله اعلم هيجي لي تاني ولا لا،
ينفعش افتح قوي في تروما، ابقى عارف ان ده السيفتي وده الاصح. مش شطاره مني ان انا افتح تروما، الشطاره ان انا اقفلها. تمام. طيب ايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها؟ طبعا ان انت بقى تبقى تريند كويس في الاكتيف ليسننج وفي السبيشال سكول اللي انت هتختار ان انت تشتغل بيها، السيلف كير، السوماتيك ريسورسز، كوجنيتيف ريكونكشن، الانر تشايلد ثيرابي، ان انت كمعالج محتاج من وقت للتاني تبقى بتشتغل على الانر تشايلد بتاعك، بتستمتع بقدر من البلايفولنس، بقدر من صفات الانر تشايلد، بقدر من الم الانر تشايلد، قادر تتواصل مع الانر تشايلد بتاعك. طبعا الايموشنال ريجوليشن تكنيكس والسوبرفيجن. طيب احنا كده خلصنا ايه المتطلبات اللي انا عايز اعملها لما اجي اعالج حد من تروما. بسرعه كده هنعدي على كم حاجه في التروما وهحاول اجري عشان عارفه ان احنا اتاخر. طيب ايه السكولز الاساسيه اللي احنا ممكن نتكلم عنها؟ هي ايه التريتمنت اوف تشويس في تروما؟ تفتكروا ايه التريتمنت اوف تشويس؟ ايه ايه ميدي ار؟ ها ايه تاني؟ بالظبط مفيش حاجه معينه، كل حاجه اللي احنا بنقوله من ساعتها ان التريتمنت في تروما هو كل حاجه. تمام. طيب هتكلم عن اتنين مع بعض بسرعه كده، النارتيف والسي بي تي تروما هما less effective than other modalities. اللي استادس بتشو فلاش باكس ودبريسد مود انكريزد بعد مده من الوقت، يعني بيحصل تحسن مبدئي وبعد شهر او اتنين ممكن يحصل انه الحاجات دي ترجع تاني. تمام. الري اكسبوجر والسوماتيك ديسنسيتايزيشن نوت ذا كوركت جول، احنا عايزين نعمل انتجريشن. تمام. زي ما اتكلمنا الديسنسيتايزيشن لوحده ممكن يخليني اوفر اول بلانتنج اوف اميوشن سنسيتيفيتي، انا بقيت بلانت مع كل الناس فده مش علاج التروما. تمام. واحد من كل 10 هم اللي كملوا الديسنسيتايزيشن ثيرابي بتاعهم على دراسه كانت تقريبا فيها 40,000 بيشنت. طيب نخش بعد كده في المدرسه اللي بعديها، ودي المدرسه اللي انا بعشقها الحقيقه، يعني الانترنال فاميلي سيستم. الانترنال فاميلي سيستم ديفلوبد باي ريتشارد شورتس في التسعينات. المدرسه قائمه على ايه؟ الراجل ده كان بيشتغل فاميلي ثيرابيست. تمام. وكان عنده كلاينت، هو يعني اشتغل معاه يمين اشتغل معاه شمال، هو في حته ما بيعرفش يدخل له فيها. وبعدين في الاخر اهتدى كده لانه طب ايه رايك الجزء ده منك نتعامل معاه على انه شخص دخل علينا الاوضه، انا وانت قاعد وكانه شخص ثالث دخل الاوضه هو بيقول الجمله اللي انت بتقولها دي. تمام. وبيقول هو هنا لقى انفراجه رهيبه في البيشنت في تحسنه. بدايه الانفراجه انه لقى البيشنت بياخد اتيتيود مختلف، صوت مختلف، لانجوج مختلفه بيعبر بيها عن الجزء ده منه. يعني انا ممكن اكون الدكتوره اللي رايحه وجايه وبعدين الجزء الغاضب مني عايز يزعق ويعلي صوته وما اعرفش ايه، فكانه هو شاف منه الجزء ده انه في جزء منه ليه شكل وجود مختلف. فمن هنا ابتدت الفكره بتاعت انه ايه ده احنا ممكن اجزائنا الداخليه تبقى محتاجه تعبر عن وجودها بشكل كامل وكانهم سب بيرسوناليتي. زي ما احنا في العمايه بتاعتنا كده، ايه والله هي حته مني عايزه تاخد زماله اطفال، وحته تانية بتقول ما بلاش. تمام. وحته تالتة خايفه لو اقول لهم في البيت يقولوا لي ايه ما كفاياكي بقى. تمام. مش ده الكلام العادي اللي احنا بنقوله؟ هي نفس القصه. تمام. وبس الفكره ان احنا يعني زي بنديهم بيرسوناليتي كانهم اشخاص، اقعد واتكلم بلسان الشخص ده او بلسان السب بيرسوناليتي دي وهنشوف هنوصل لايه في الاخر. الفكرة الأساسية إن إحنا عندنا بقى كأنه إيه؟ كأنه في حاجة اسمها الكور سيلف، الذات الأصيلة اللي محتاجة تقف على مساحة متساوية من الأجزاء المختلفة دي. تمام؟ وكل الفكرة إحنا قلنا إن إحنا التروما ثيرابي هو عبارة عن إيه؟ سيلف ليدرشيب. هي دي بالظبط فكرة المدرسة. إنه السيلف دي هي اللي محتاجة إنها تليدرشيب ريليشن شيب بتوين الديفرنت بارتس. تمام؟ مع انتشار الشغل وتكملته للدراسات والاستاديز اللي عملها على المدرسه لقى ان هم بيتقسموا المانجر، فاير فايتر، اكزايلز. تمام. طبعا صفات السلف ممكن نتكلم عنها بعدين، خليها في البتاع. المانجر هم اللي الاكزايلز هم الووندد تشايلد جوانا، الجزء المتالم اللي شال التروما. انا بخاف لما يتزعق لي بصوت عالي عشان انا وانا صغير
كان جده عايش معانا في البيت وبيزعق لي بصوت عالي على طول، بيزعق على طول بصوت عالي، فانا بخاف. تمام؟ فده الاكزايل اللي جوايا. طيب المانجر هو اللي بيكيب الاكزايلز سبريست. بقول لك ايه؟ ضيعش وقتك، احنا ورانا حاجات مهمه، ما تقعدش بقى. بص اي كلام فيه دوشه وزعيق ابعد عنه واشتري دماغك، انت ما عندكش وقت للكلام ده، يلا عشان ورانا شغل. فده حد بيعمل دي تو دي ايه فانكشن، احنا عايزين نشتغل، عايزين نرتب نفسنا، عايزين نشوف اللي ورانا. عندي حته تانية كوجنيتيف ممكن مثلا تبقى بتقعد تحلل، انا عارف ان انا كنت بخاف من الصوت العالي عشان كذا كذا، فانا عارف ده. فده بارت تاني بيساعدني امانج الاكزايل اللي خايف تحت ده. تمام؟ الفاير فايترز هم اللي بيدستراكت في البين، اللي هو ايه؟ احنا قعدنا نرتب للمحاضره شويه وبعدين زهقت فرحت فاتحه ايه كاندي كراش العب عليها. تمام؟ ده الفاير فايتر اللي هو بيفصلك عن البين بوسائل ديستراكشن. ده بقى اللي بيخلينا نخش في ادمانات، انترنت، الاوفر ايتنج، كل بقى الحاجات بقى اللي هي ايه بتديستراكت عن البين. تمام؟ Observing the trauma from calm mindful state called the self. ده الفكرة من المدرسة. In which mind and the brain are in position to integrate the trauma into the overall fabric of life. وبالتالي IFS cultivate a mindful self leadership اللي احنا قلنا ان هي الهدف بتاعنا. تمام؟ أساسيات المدرسة دي انه everyone have a self. There is no bad parts. Every part has a good intent. امتى البارت بيخش في الباد رول؟ لما يبقى اكستريم ان هيز رول. يعني في عندي جزء هو دوره ان انا اعمل حاجات بيرفكت عشان اكون انا احسن حد بيعمل الحاجات. فانا عايز اكون احسن دكتوره واحسن ام واحسن محاضر واحسن مدرسه واحسن كل حاجه. تمام؟ طيب وجود الجزء ده ساعدني قبل كده في حياتي؟ طبعا. انا لولا الجزء ده عندي ما كنتش دخلت كليه الطب. لولا الجزء ده عندي ما كنتش مش عارفة مثلا ربيت عيالي كويس. لولا الجزء ده ما كنتش عملت بابا وماما كويس. تمام؟ فالجزء ده has a good intent. ولكن بيبقى extreme in his rule لما يبتدي بقى خلاص احنا هيبتدي يعطلني امتى؟ لما بيبقى extreme. طب هو extreme ليه؟ عشان هو بيخبي الاكزايل اللي وراه اللي شايل قلم تقيل. الاكزايل اللي بيقول you are not good enough. تمام؟ حلو. فبالتالي الجول اوف ثيرابي بيفريند ذا بارتس so they will they wouldn't have to be extreme in the role. ال EMDR فرانسيس شابيرو هي اللي عملته. هي كانت sleep specialist وباي تشانس كانت قاعده في الجنينه بعد مشكله كبيره وقاعده بقى هتفرقع من جنابها زي ما احنا بنقول كده. وبعدين يعني هي بدات تودي عينيها وتروح وتيجي تروح وتيجي كده في المكان، فلقت ان ده بيأثر عليها وبيهديها. فقالت ايه ده؟ ازاي؟ ايه الهبل ده؟ هي نفسها تشككت في اللي حصل. فابتدت بقى من هنا تعمل دراسات علشان تثبت. يعني هي الايم دي ار عليه دراسات كتير لمجرد التشكك في الفكره اللي بيبقى جوانا كلنا. يعني ايه حد هيحرك صبعه قدامي فهبقى كويس؟ التشكك ده كان عند صاحبه المدرسه اصلا، فما تقلقوش على نفسكم انتوا كويسين. فهي بقى عملت بقى دراسات كتير وحاجات كتير. انا حاطه الايفيدنس بتاعه في المحاضره، بس احنا ممكن نقدر نقول انه 89 كان الفيرست راندوم كنترول ترايل، واثبت افيكاسي كويسه، واثبت اختصار في الوقت كويس وفي الجهد كويس، وبالتالي كانه بقى ايرا وقتها. تمام؟ طبعا هو موجود في الاول ناشونال اند انترناشونال جايد لاينز، الدبليو اتش او والنايس والاي بي اي والدي او دي، الاي او دي اللي هو وزاره الدفاع الامريكيه وكل الحاجات دي. تمام؟ طيب هو البيست ميتا اناليسيس ثانيه على الادلت قالت ان الاي ام دي ار هو البيست، والتروما فوكست سي بي تي كان الثيرد بيست، ولكن السكس من حيث الكوست افكتيف. تمام؟ الميزه فيه ان هو ما فيهوش هوم وورك زي السي بي تي، وما فيهوش اكسبوجر زي السي بي تي. الدراسه كانت بتقارن ما بين الاثنين. ايه كمان؟ ما فيهوش ديتيلد ديسكريبشن اوف ذا ايفنت. هو السي بي تي تروما عباره عن ايه؟ ان انا بفصص التروما فتفوته فتفوته
وامسك كل فتفوته واقول ايه احساسي، ايه افكاري، ايه البادي سنسيشن اللي انا حسيت بيه. انا كنت ماشيه في الطرقه، خدت الخطوه دي وبعدين النور طفى وبعدين رجعت تاني لورا لهذه الدرجه، يعني لهذه الدرجه. فاحنا بنفتفت الحدث فتافيت صغيره جدا جدا جدا، وكل حته من دول ايه المشاعر والافكار والاحاسيس الجسديه اللي عليها. فدي فكره السي بي تي. الاي ام دي ار بقى يتميز عنه باللي احنا بنقوله ده، تمام؟ طبعا هو بيحصل فيه تشالنجينج للبيليفز، اكستندد اكسبوجر، والهوم ورك مش موجودين، وافكتيف، وطبعا التايم هو اقصر كتير. اوكي طب حلو قوي ده السؤال ده مهم. تعرفوا ان السؤال ده انا اتسالته في امتحان الشفوي وجاوبت اجابه مضحكه جدا. قلت لها بصي اي موفمنت دي مش فاكراها، ريبروسيسنج. وايه ساعتها الممتحنه فهمت ان انا فاهمه بس ما كنتش قادره اجمع. اي موفمنت دي سنسيتايزيشن اند ريبروسيسنج، بمعنى احنا مش بنعمل دي سنسيتايزيشن وبس، احنا بنعمل ريبروسيسنج. تمام، هتيجي بقى الفكره الاساسيه، هقول لك ايه الفكره الاساسيه. طبعا مش هقرا الجايد لاينز، اقروها انتوا. تمام، ايه الفكره الاساسيه بتاعته؟ احنا عندنا حاجه اسمها الادابتيف انفورميشن بروسيسنج، انه مخنا العادي بتاعه انا ايديا اتفتحت 7 غرز، انت بتعملي ايه؟ بتخيطي والهيلينج بيحصل لوحده. انت بتعملي لي هيلينج؟ لا، انت بتجيبي الايدجز على بعض بس. هي نفس الفكره، مخنا مبرمج ان هو يحصل له هيلينج سبونتينيوسلي، اتس ا فيسيولوجيكال بروسيس. فاحنا بنستخدم نفس الفيسيولوجيكال بروسيس اللي بتخلينا اللي بتحصل في نومنا، الاي موفمنت، الرابيد اي موفمنت دي بتحصل واحنا نايمين، تمام، في الريم سليب. فبنستخدم نفس التكنيك اللي بيحصل عادي في الحياه، تمام. فكانك بتخلي الفسيولوجي بتاع الجسم والناتشر متوظفه معاكي في الثيرابي، تمام، عن طريق ايه؟ عن طريق الادابتيف انفورميشن بروسيسنج. دي القصه اللي بيتعالج بيها. طبعا الريكونسوليديشن اللي هو بيحصل في السليب، في دراسات عليه، دي كلها الايفيدنس بتاعته، المايندفولنس وبرده الايفيدنس عليه، الاورينتنج ان انا عندي فود في البريزنت وفود في الباست، تمام. طيب الفيزس بتاعته هو 8 فيزس. انا يهمني هنا اقول ان احنا في الكومبلكس تروما الهيستوري تيكينج اللي هو فيز 1 مي بي ريتروماتايزنج، فانا مش لازم اكمل الهيستوري تيكينج في الكومبلكس تروما، ينفع اخد حته من القصه وقف واسويتش على فيز 2 اللي هي فيها بريباريشن. فيز 2 دي انا بحط فيها كل حاجه فيها ايموشنال ريجوليشن، فممكن احط فيها دي بي تي سكيلز، ممكن احط فيها هم نفسهم بيعملوا حاجه اسمها، في تمرين شهير جدا عندهم اسمه السيف بليس ده، من انتوا بتسمعوا الكلمه دي، هي تقريبا المدرسه بتاعته هي مدرسه الاي ام دي ار، تمام. عندنا بقى تول بوكس اكسرسايزز كبير جدا بنحط فيه كل اي حاجه انت عايز تحطها، عايز تحط ايموشنال ريجوليشن، عايز تحط ريليشن شيب، عايز تحط سوماتيك ريسورسز، عايز تحط اي ريسورسز عندك في الفيز 2 دي بنحطها، تمام. طيب فيز 2 كمان ببتدي اكسبلين احنا هنشتغل على ايه. فالادابتيف انفورميشن بروسيسنج بشرحه، الالترناتيف باي لاترال ستيميوليشن انا بفهم العيان انه احنا بنعمل حاجه اسمها التحفيز الثنائي، عن طريق ان احنا بنحط، بخلي جزء منك مركز، جزء من مخك مركز في الحدث الصادم، وجزء من مخك مركز مع حركه ايديا، فانت لا كلك هناك ولا كلك هنا، تمام. فكانه بنعمل انتجريشن للبرين بارتس انها تورك توجذر تاني، تمام. في طبعا بقى الام دي ار اكاديمي هتلاقوا عليها تيوبز بتشرح، وعلى فكره بنستخدم التيوبس بتاعته للشرح للكلاينت، يعني هم حاطين ماتيريال انت وري البيشنت ده عشان يسهل عليك طريقه الشرح، ان لازم تفهمه العمليه هي قائمه ازاي، ايه البرنسبل، ايه الميكانيزم بتاعها، ايه الايفيدنس بتاعها، كل حاجه بتتشرح، تمام. طيب اوكي، فيس 3 بقى بنتارجت الميموري نفسها، ايه الميموري اللي هنشتغل عليها، ايه الايموشنز اللي معاها، الايمج الكوجنيتيف النيجاتيف كوجنيشن اللي فيها، الايموشنز والسنسيشن. طب وايه الجود كوجنيشن او البوزيتيف كوجنيشن اللي عايز تحطه بعد ما نخلص ثيرابي على الميموري دي. كل ده فيس 3، تمام.
من الحاجات اللطيفه بتاعتهم واللي ممكن تنفعنا في اي مدرسه تانية، انه النيجاتيف كوجنيشن بتاعتهم بيقسموها لاربع حاجات، اربع عمود: ريسبونسبيلتي وجيلت، انا قتلت طفل في العراق، فالتروما هنا جايه من ان انا المعتدي، تمام، او انا ما بعتنيش باولادي كويس، انا ام شريره وبضرب عيالي، تمام، فانا حاسه بالمسؤوليه وبس حاسه بده. السيفتي والدينجر، انا عملت حادثه وكنت هموت، تمام. السيلف ديفكتيفنس وشين، ما هو انا لو ما كنتش ضعيف ما كانوش سابوا العيال اللي في المدرسه كلها وجم ضربوني، انا هم جم ضربوني عشان استوطوا حطي، تمام. اللوس اوف كنترول او هيلبلسنس، انا لما هو جه يغتصبني ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، تمام. فده ممكن يكون سبب احساسها انها تروماتايزد، يعني انها ما عملتش حاجه، تمام. طبعا بنركز جدا على ان احنا نعمل بوزيتيف كوجنيشن انستليشن والبادي سنسيشن، بنعمل لها سكاننج ونشوف الجسم مخزن حاجه تاني ولا لا، وكلوجر اند ري ايفالويشن. عندهم تكنيك لطيف قوي وبروتوكول عسول قوي هتحبوه جدا، اللي هو البلايند تو ثيرابيست تكنيك. انا ممكن اشتغل على تروما مع حد فيكم وهي مش عايزه تقول لي هي ايه، فهنسميها التروما اللي لونها برتقاني، التروما السوداء، ويلا نشتغل هي قد ايه دلوقتي، طب واحساسك بيها ايه، طب وجسمك عامل ازاي، طب ويلا نكمل مع ده، تمام. فهو بيبقى لطيف جدا للي عايز يشتغل على تروما ومش عايز يدخل اللانجوج فيها. حلو. السوماتيك سنسيشن والسنسوري موتور ثيرابي والدانس اند موفمنت ثيرابي كلها قائمه على فكره الفيزيكال سنسيشن اللي محبوسه جوه الجسد واحنا محتاجين نعمل لها ريليز، تمام. لان احنا زي ما احنا قلنا كده، هي المشكله ان احنا ستاكد في الماضي، فانت بترجع الاجزاء اللي ستاكد دي تبقى معاك فولي الايف، تمام. المساج طبعا اثبت جداره، الناس اللي بتتكلم بقى عن اليوجا، كل ده اتكلمنا فيه. السايكودراما ده من الموداليتيز المهمه برضو في الشغل مع التروما. احنا عندنا حاجتين، حاجه اسمها الكلاسيكال دراما، والكلاسيكال دراما كان فيها تكنيكس كانت بتعمل ريتروماتايزنج للبيشنت تاني، فبقى في المودرن دراما، تمام، بتهلب البيشنت اكتر. الدراما عموما ان جنرال هي من اكتر الوسائل اللي ممكن تريليز ايموشن وذين ذا ويندو اوف توليرنس، تمام. انت مش لازم تبقى انت جوه المشهد، انا ممكن اجيب حد بدالك يبقى مكان البروتاجونست وهو اللي يورينا المشهد بتاع الاعتداء بدون ما انت تبقى حس ان انت فولي انفولفد في البين ده، بس انت في نفس الوقت قادر تشوفه من بره فقادر تعمل له بروسيسنج، تمام. الحقيقه يعني انا دايما بقول يعني لو في الثيرابي في حاجه هنقدر نقول هي مشره الجراح للثيرابيست فهي السايكودراما. ليه بقى؟ انت ممكن مثلا هنعمل ورشه يومين ثلاثه هنشتغل على تروما ممكن تكون كانت معطله البني ادم في حياته 20 سنه، فانت في ساعتين ثلاثه خلصتش حاجه هي كانت معطله بقى لها 20 سنه، فهي بنفس فكره الجراحه اللي هو خلص ادخل افتح اقفل طلعنا. عندنا الثيرابيوتيك سبايرال موديل، ده من المودرن موداليتيز في السايكودراما. هو بيعتمد على الفكره الاساسيه بندليشن بتوين الريسورسز اند سفرنج، ايفن ذا داركست ستوري يو نو هاز اتس ريسورسز. ودي حاجه مهمه جدا، احنا لو جبنا مثلا ابشع قصه سمعناها عن الاحداث اللي بتحصل في غزه، تمام، ابشع قصه، انت هتلاقي جوه القصه دي العوامل اللي بتخلي فيها ريسورسز. احنا بنشوف، احنا ساعات احنا كنا بنفسنا بنتعلم منهم، هو ايه السبب ده، هو انتوا بتقولوا الكلام ده ازاي في الوقت ده، هو ده ايه، ما هو ده ريسورس، تمام. فده اي قصه، يعني انا فاكره كويس جدا انه من التمارين اللي انا اتمرنتها على ده كانت قصص كلها للاجئين. انت ممكن تعملوا التمرين ده، قصص للاجئين او قصص لناس تعرضت لتروما شديده وبيحكوا تفاصيل القصه وانت طلع منها ريسورس، هتلاقيك بتعرف تطلع، هتلاقي في حاجات انت موجوده على فكره، تمام. احنا بس اللي اتعودنا ان احنا يا عيني وايه كمان وايه اللي حصل، احنا ده المخزون الثقافي بتاعنا في السماع للقصص، تمام. حلو.
طيب ازاي الريسورسز هنستفيد منها؟ اول حاجه ان انا اعرف هي ايه الريسورسز. الريسورسز هي الحاجه اللي هتخليني طول الوقت في الويندو اوف توليرنس. لما اطلع للهايبر اراوزال والهايبر فيجيلنس بتاعه التروما هتدخلني تاني. لما اروح للشوت داون اللي هو نتيجه انه الجهاز العصبي بتاعي مستثار بشكل عنيف جدا زي ما الاء قالت هترجعني تاني للويندو اوف توليرنس. تمام؟ فطول الوقت الريسورسز هي اللي قادره تعمل ده. طول الوقت لما افتكر انه لا انا عندي اصحاب كويسين. ففكره ان انا ابقى عارف الريسورسز فكره ان انا استفيد منها اوظفها في العلاج. اوظف الريسورسز ده انه يخلق ايلاندز اوف سيفتي انسايد ذا بودي. ايوه فانت لما بتبقي قاعده مع صاحبتك فلانه بتبقي حاسه بايه في جسمك؟ لما بتبصي مثلا وتتكلمي مع اختك فلانه بتبقي حاسه بايه في جسمك؟ ده بيديكي ايه؟ لا بقى كويسه. ايوه يعني كويسه ازاي؟ عادي. مهم جدا العادي دي نفسرها ونغوط بيها مع البيشنت اللي هو يعني ما فيش احساس بالانزعاج. لا ما فيش احساس بالانزعاج. بتبقي حاسه انك مرتاحه، نفسك هادي. بقى حاسه ان انا مرتاحه ونفسي هادي. فهنا بدات تفهم يعني ايه عادي اللي هي بتقولها دي. تمام؟ فببتدي تمام. فلما بتبقي قاعده معاها بقى وتاخدوا وتدوا وتحكوا كده وتتقابلوا وتتسامروا، ايه كمان بتحسيه؟ يا نهار ده انا مش هقول لك. ادخلها في موقف تقعد تحكي عنه فالاحاسيس الجسديه تعشق جوه جسمها. تمام؟ وخليها بقى فاللي احنا حاسينه في جسمنا ده احساس بالسيفتي نتج عن ريسورس من الريسورسز هو اسمه ان قعدتك مع اختك مفيده. تمام؟ وهنعرف نوظف ده بعدين وعلمها واقول لها انه ده ريسورس وانت استفدتي منه في جسمك بالشكل الفلاني وتقدري توظفيه بعد كده من غيري في حياتك العاديه. تمام؟ حلو. طبعا في صوره مش راضيه تبان بس النيورو فيدباك بقى. النيورو فيدباك انا ما شفتش الشغل ليه في السايكاتري كتير، بس احنا عندنا حد هنا في اسكندريه بيشتغل نيورو فيدباك على النكتورنال انيوريسيز. هي الفكره ان انت زي بتعمل ميجرنج للاكتيفيتي بتاعه المسلز او الاستراكشرز بتاعه الاناتوميكال استراكشرز المختلفه سواء مسلز بقى نيرف ايا كان هتعمل ايه ديورنج الاكشن بتاعها. يعني احنا قلنا من شويه انه البيشنت دول عندهم جاب ما بين الكلمه اللي بتقول انا عادي انا كويس انا زي الفل تمام وما بين انا شايف ايه على جسمه. فالجاب دي انت كانك بتحاول تلغيها عن طريق النيورو فيدباك. لا بص الجهاز بيقول ايه؟ انه في اريا في مخك مبينه نشاط زياده، انه في عضله معينه وانت بتبتسم ما ابتسمتش، انت بتقول لي انا مبتسم وكويس وانت ال 111 فالقين وشك. تمام؟ فهي الفكره بتاعتها كده. تمام؟ زي السنسور موتور برضو في تكنيك من التكنيكس بتاعته اسمه المايكرو تراكنج، ان انا ايوه بس انا ملاحظ عليك انك يعني كشرت شويه، واضح انه في حاجه في اللي احنا قلناها ضايقتك. طب هو ممكن يكون لما افتكرتي اختك افتكرتي ايه وهكذا. تمام؟ فدي بنسميها كانه تكنيك من تكنيكس المايكرو تراكنج اللي ممكن يستخدم في السنسوري موتور ثيرابي. كلمت كتير؟ طيب محتاجين تسالوني عن حاجه؟